صليو كنطلبوا الله بغا تجي فينا السلطه تجي، حنا بغينا حقوقنا، بغينا حنايا كي الناس البديل. ما حابنا ما كنتسالوش تشبر بنادم يجي يعيش في بيت واحد، بيت واحد، بيت واحد فيه سته الوليدات، إلا قالوا شي حاجة يجيو يحضروا يشوفوا ويدخلوا على عباد الله ويجوا. هذا كاري، هذا الراجل كاري عنده وليدات تا هو. بنادم يدير لك راسك المرة الأولى والثانية فين غتمشي؟ راه بقى الحبس غنمشي وليد. فين غتمشي؟ حنا ما ناكلو بقينا والو في الدنيا. فين غتمشي؟ شي حاجة ما بقيناها. عيب والله تا عار بالله والله تا عيب وعار هادشي. عيب وعار والله تا عار. حنا كنا نستاهلوا هاد الضرب هذا اللي كيضربوا فينا ماشي مشكل. كنا نستاهلوا هاد الضرب ديال الحيد هذا كريريسة طالعة ب 20000 ريال كيدير فوقها بطاطيس يدير فيها ماتيشا يدير فيها والله حتى كاين اللي هاز الكريدي ليمون يدير فيها شي حاجة ديال المغرب ماشي شي حاجة اللي هي خايبة حشومة والله يعني تعيب حاجة كياكلها القيد وكياكلها الطبيب حشومة عار عيب أي واحد هذيك عيب يديروا بعدين ردوا شي حانوت كيتقدم عندنا القايد وكيتقدم عندنا البوليسي وكيتقدم عندنا المخزني حنا مواطنين صالحين حنا لا قالوا لنا الى الصحراء غنمشيو نمشيو للصحراء نكاليو على الصحراء ديالنا حنا نمشيو نكاليو على بلادنا وعاش الملك ديالنا زوين ماشي خايب الملك ديالنا زوين ولكن بغينا يشوف فينا حنا ولاد المحمديه ولاد البلاد وماشي ولاد المحمديه يعني من طنجه للقويره حنا غايرون على بلادنا ما نبغوش شي واحد يمس لينا بلادنا هز قبيله وقبيله هزت الشارعه هذا واش الصباح اخويا دير فيلم تبع ليا مول ميكا تبع ليا مول واش حنا اش كنديروا اخويا اش كنديروا حنا واش ما نبيعوا نشريوا اش نديروا اعطيونا الحل وقبل ما تجيو تهزونا عطيونا البديل عباد الله عطيونا البديل البديل ما بغيناش نديرو حنا ماشي ضد البلاد اجيو جيبو ضربوا لنا القرطاس وهنيونا ضربوا لنا القرطاس باغي نموتوا وحنا ميتين وحيين ميتين وحيين واش مغاربه ولا ماشي مغاربه مخزن حامي ونعرفوا صح واش مغاربه ولا ماشي مغاربه عاش الملك ولكن عاش الملك من هنا من هذا المنبر المغربي ملود الرماني عاش الملك وفوق هادشي عاودوا الله يرحم حسن الثاني الله يرحم محمد الخميس الله يرحم حسن الثاني جدودنا راه هما اللي قاوموا في هاد البلاد سيرتو هو تزم وزيد وزيد دمايا تبقى تصيحة مع فرنسا وزيد وزيد ولكن بغينا حقوقنا حنا ولاد هاد المغرب هذا بغينا حقوقنا بغينا حقوقنا بغينا حقوقنا كاين شلا حوايج داروا في هاد البلاد هادي وما هادرينش عليهم ولكن بعامل جايين عند مالي الكارس يبيع في البنان يبيع في التفاح يبيع في الماطيشه يبيع في خيزو حشومه حشومه ديالك وتولي تصور حدوهم راه ما كايناش هادي ما كايناش يما الله بغينا ربي يا ربي في هاد الليله هادي يا ربي يا ربي واسمع مني الا ما تاخذ لنا حقنا يا ربي خذ لنا حقنا هذا اللي كنطلب من الله